الموسم اللي فات شفتوا الحلقة حلقة قوية يا جماعة تفهم شيء مودي عصير جمهور كبير برنامجنا اسمه هاي بحبح هاي كل مدينة درنا بصمة على وجوه الناس زرعنا هالبسمة صورنا في الغرب والجنوب والشرق ما درنا فرق اتحدينا الأزمة كل عام نزيد نتميز أكيد كل عام ندير فكرة وموضوع جديد خمسة سنوات ابداعوا إنجازات هاي بح بح هاي الجو أحلى أكيد وو 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 برنامج المغامرات والتحديات هاي بح بح الموسم الخامس الآن من داخل مدينة طرابلس. ريحة الياسمينة يا طرابلس يا ريحة الياسمينة يا طرابلس يا ريحة الياسمين ريحة الياسمينة يا حب مالكنا وساكن فينا يا طرابلس يا ريحة الياسمين هاي بحبح مساكم الله بالخير وصحة فطوركم وشن حيكم اليوم طبعا خوكم الحاج موعاد جايكم اليوم قدام مول الشاطر ظنت وقلت لي تعال هنا نبي نشوف من هو اللي يبي ياخد الجوائز كان يحبها ربي وتدير في الخير بنودها وبنبحبحها معاها وكان قلت لي توكل يا حاج وتحشمت بنفوتها هاي زودوا معانا هاي اه يا كبادي ها زعما وين نلقاها هذه انا عندي نيه من بالشيباني نبي هيك مرا كبيره تكون كويسه هاي في وحده طالعه من السوق ايه اه يا بنيتي يا بنيتي ورص صغيرتك يا بنيتي قل لي معي هالبرويطة عندي عمك الحاجر وعندي فقرات معليش يا عادي تقول لها رصي فقرات الدروج والكمر الكمر مصيبة الحمد لله الحمد لله تقدري تقدري تقول لها قلها معك وانت بتفحش نبي نفح نهاية الشارع عادي عادي مفيش مشكلة عم الحاجر وانت كنت في مول الشاطر هنا تقضي ان شاء الله شن اسعارك كويسه باهي ما شاء الله عليهم باهي 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 هاي قل لي معي هاي وانا نقول لك نعم انا بنقول لك على حاجه نعم انت تو معي في برنامج هاي بحبح مفاجاه عرفتيها وما دامك تديري في الخير راهو يصوروا فيك كاميرات ولا في كاميرا غادي متدرقه ونا رتيها وفي واحدة في السياره حتى هذه رتيها وما دامك انت متبي تبي توقفي مع عمك الحاج وبتقول لي معاي انا بنبحبحها معاك بارك الله فيك تسلم شو رايك في المفاجأة كويسة نعطوك يا أخيتي الجائزة الأولى كوبون من مشفى الهادي في عيادة هنا في تجورة اديري فيها كشف أسنان لمدة سنة مجاني ونعطيك كوبون ثاني من سباناتشي بقيمة 50 دينار ونعطوك كوبون ثاني من شركة لميس للمنظفات بقيمة 50 دينار لميس وعندي جائزة تانية
اللي هي كيوت بيبي حليب وبسكطي ومبحبح الحكاية. والسوق اللي كنت فيه هذا عطيك شاشة مول الشاطر شاشة مول الشاطر شاشة مول الشاطر نزيدوك ولا ياسر عطونا عطونا نزيدوها نزيدوها نزيدوها. وعندك تليفون عندك تليفونه هذا من شركة تواصل العالم الجو شعشة وإنستا وفيس ونزيدوك. هذه من محل الدرهوبي للملابس الشبابية طريق الهضباطون. ونزيدوك من شركة أبان للألعاب والقرطاسية والتحف هاي للولاد الصغير هذه. وعندك من شركة عالم النحل عسل الأربد. ونزيدوك كوبونات تانية هادي هاشتاج قهوة ديرو في همبورغا من الأخير في الشارع الغربي هاشتاج 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 هاشتاج. نزيدوكو بحبوح هنيرة. عندك كوبون مقدم من مول الشاطر زيدي وليلة خدي منه بقيمة 50 دينار. شاطر شاطر وشاطر. وعندك شركة ام بي للتصوير تمشي تديري فيها تصوير وجلسات وجو بالبلاش. وعندك الحلويات متاع الصفاء مقدمت لك كوبون بقيمة 50 دينار خودي البكلاوة وخودي الجو كله. نزيدوك ولا خلاص خلاصوا فزال والله إلا هي بحبة هذا أطلع طول. عندك أحذية الشريف كنيد رقنينة ترسافة والمناسبة إن شاء الله. نزيدوك ولا مازال خلاص خلاص حطي في البرويطة وقل لي حمالة تمام مو هاي. عفوا يا ولدي هاي ما نقدرش نقل هرب هاي سلام. واستنونا في الفقرة اللي بعدها هاي بحبح. مشاهدينا الكرام وصلنا بكم لفقرة هاي بحبح للكل. فقرة هاي بحبح للكل اللي اخترنا فيها أحد المنازل الليبية بطريقة عشوائية. نمشي نشوفوا صاحب الحظ وشن حيربح معانا. خلوكم معانا. بقى علامي يا حاج. هاي بوشكم الله يا علا حاج يا شن يا موش يا حاج السلام عليكم. تعال يا حاج هارا طيب شن اخبار حارف واحد. طبعا معك برنامج هي بحبح. تعال يا حاج تعال هيك يا حاج تعال هيك هيك تعال يا حاج سلم هاي تعال. طبعا يا حاج معك برنامج هي بحبح في فقرة هي بحبح للكل. ايه عبد العالي مرحبتين بك. طبعا اخترنا منزلكم طريقة عشوائية وحابين نعطوكم هدايا. تفضل تفضل يلا يا شباب جيبوا لنا الهدايا. سلم. طبعا اول جائزه ليك مقدمه من شركه لاميس وتوري الاردنيه قيمه ماليه بقيمه 500 دينار هيا حاج مبارك ان شاء الله. يلا زيدوا الجوائز شباب. ايه مشى الفلوس يا حاج؟ ما مشى الفلوس وين بح بح بح. يلا وعندك قسيمة شراء بقيمة 100 دينار مقدمة من شركة لاميسو توري الأردنية. هذه تاخذ بها مواد تنظيف يا حاج. شت غادي يا حبيبي بابا ديسي ديسي يلا ايه من شركة لاميسو توري. يلا وعندك جائزة مقدمة من شركة تواصل العالم للأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة. هذا تليفون يا حاج. ودينا وداك. يلا وعندك طبعا كشف مجاني لمدة سنة مقدم من مشفى الهادي. ان شاء الله ما تستحقلاش يا حاج هذا في حالة تعبت حاجة كشف مجاني لمدة سنة. يلا وهذا طبعا جائزة مقدمة من شركة عالم النحل لأبناء الأربد عسل طبيعي.
حسني عليها نهبني حزره الله يرحمه والله سلمه وعادي دق منه بالليل باهي. وعندك طبعا كوبون بقيمه 100 دينار مقدم من منتزه بيها بي. عندك صغيره يا حاج ولا خلاص ارفعهم يلعبوا في المنتزه منتزه بيها بي يلعبوا بالبلاش يلا. وعندك طبعا السلة الرمضانية مقدمة من شركة كيوت بيبي طبعا فاس بازك وحاجات لرمضان يلا بارك الله عليك حاج شوي عليك ارتعال مازال في بضاعة يلا بابا مازال في جوائز علي بابا يلا طبعا عندك كوبون مقدم من هاشتاج في قرج الشارع الغربي تمشي تاكل انت والعوالغ يمشي ياكل امبورغا يلا وعندك جائزه طبعا من شركه الدرهوبي للملابس الشبابيه هذه ليك انت يا حاج تعال هنا يا حاج يلا وعندك كوبون بقيمه 50 دينار مقدم من حلويات الصفاء في السياحيه شارع القبب يا عندهم بكلاوه ما نحكي لك برالهم بس وهذه جائزه للصغيره مقدمه من شركه ابان للالعاب والقرطاسيه يلا هذا صح 100 يلا وعندك جائزه ثانيه مقدمه من شركه الهندام للملابس الاوروبيه يلا بابا يطرح طرح عادي يا لا يطرح بسني كله وعندك جائزه مقدمه من شركه الندى للصناعات الغذائيه هذه كيكه للصغار هذه كيكي بي صح الله يرحم والديك ولدنا والديك يلا جيبوا لها باقي جوائز شركة الندى هذا معاها مشروب هذا مشروب واستعد الله ربي يهنيك ان شاء الله حتى انت ويحفظ لك الصغيره يلا الله وعندك جائزه مقدمه من شركه ميرال لملابس الاطفال فرع زليطن وفرع طرابلس يلا خذ يا بابا وديك عجبوك الجوائز ولا وعجبتني حتى انت يا وري ربي يحفظك سل ان شاء الله كل سنه وانت طيب وانت طيب الله يرحم والديك اعطينا كلمه لبرنامج هيباح صحتين والله صحيت تعال أعطينا كلمة لبرنامج هيبة إن شاء الله ربي يحفظكم ويهنيكم ويوسع عليكم ويستركم إن شاء الله فصحيتكم يا عالي يا مولا إن شاء الله وإن شاء الله وين ما تمشوا رابحين ومرابحين ومفتوحة قدام إن شاء الله ويبعد عليكم كل مكروه إن شاء الله وإن شاء الله يا ربي يعليك ويعليك على الخير يا عالي يا مولا إن شاء الله ويوسع عليك ويطيحك وبنيت إن شاء الله ان شاء الله يلا كل سنه وانت طيب يا حاج وتونسنا بيك ان شاء الله وخلوكم معنا مشاهدينا الكرام طبعا نمشوا للفقره اللي بعدها ما تمشوش بعيد هاي